السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من اعرف مستواك. أخذنا في الحلقة السابقة استكمال قطعة الإملاء التي كانت تتحدث عن الأم وفضل الأم. فضل الأم عظيم جدا طبعا، ما فيش كلام. نستكمل بقى الجزء اللي هو بتاع الإملاء، اللي هو باقي قطعة الإملاء في الحلقة القادمة السابقة، اللي هي كانت بتتكلم عن الأم، اللي هي إيه؟ والأم هي الأرض التي تنبت لنا النبات الحسن حتى يزهو ويثمر ويؤتي أكله وثماره الطيبة. سيبالكم طبعا لحظة كده عشان خاطرت ايه تشوفوا الأخطاء اللي عندكم فين ونبدأ نصحح. تمام، نبدأ نشرح بقى الايه القواعد الإملائية اللي موجودة في الايه في الكلمة دي. بقول ايه والأم، لما يقول لي والأم نطق حرف زائد بعديه حرف ساكن، يبقى فيه ألف. أي الحروف الزائدة يا حبايب؟ الواو والفاء والكاف والباء واللام واللام، لام مكسورة ولام مفتوحة. ماشي؟ لك ركز معي. ماشي؟ إذا نطق الحرف الزائد بعد منه حرف ساكن، أي حرف ساكن، يبقى فيه بعد الحرف الزائد ده ألف. يبقى لما يقول لي والأم يعني نطق الواو ونطق اللام وال ساكنات وال، يبقى فيه هنا ألف ألف آه. لازم يكون فيه ألف. ليه؟ لأن الحرف الزائد لو أنا حذفته ما ينفعش انطق اللام بدايه الكلمه ساكنه. والاو والاو، يبقى لما يقول لي والاو والاو ما اقولش ما اكتبش بقى واو ولام، لا ما ينفعش. والام هي الارض، ركز معايا في الالف واللام والالف. ال لما تلاقي الشكل ده لازم تعرف ان هو اسمه ايه، ال او ال اي او ال او على طول. يبقى اهي يا اما نقول ال دي اسمها ايه؟ ها؟ ما لناش حرف ازاي اهو؟ ال او. طب لو عليها فتحه ال ا، طب لو تحتها همزه هنا بقى تبقى ايه؟ ال اي. ركز الله يبارك لك. ماشي؟ واحنا قلنا ايه؟ الأم والأرض التي، وإحنا قلنا التي حبيب قلبي حبيبي، التي التي التي، ركز، التي دائما التي تنطق بهذا الشكل وتكتب بهذا الشكل. التي آخرها ياء وليست ألف مقصورة، الألف المقصورة زي الياء بس بدون نقاط. ماشي؟ التي فيها لام تنطق ولا تكتب، ألا فأنا بكتب لام واحدة بس. طب لما يجي يقول لي الليمون بكتب اتنين لا، أهي ده قال ألا ودي ألا، يبقى كلمة التي التي والذي وكلمة الذين، التلات كلمات دول يا حبايب قلبي فيهم لام تنطق ولا تكتب. تمام؟ التي تنبت لنا، لنا مد بالالف يا استاذ. طب تمام. النبات، النبات الحسن، النبات ان نطق للالف ونطق النون مرتين اهم، يبقى الكلمه هنا فيها لام شمسيه. قال لي ان، يبقى هنا ايه الكلمه فيها لام شمسيه. ليه؟ لان حرف النون من حروف اللام الشمسيه. طب يعني هي اي نون يبقى عليها شد؟ لا طبعا مش اي نون يبقى عليها شد. نجوى، طب ما هي النون مفتوحه اهي. النون تبقى عليها شده اذا سبقها الف ولام، عشان ابين ان الكلمه دي لام شمسيه لازم الكلمه يبقى اولها الف ولام، يبقى الحرف اللي بعد اللام لازم يبقى عليه شده. وحروف اللام الشمسيه احنا خدناها قبل كده، وتذكره سريعه، التاء 14 حرف هم التاء الثاء الدال الذال الراء الزاي السين
شين صاد ضاد طاء ظاء لام نون. 14 حرف لو سبقهم اي الف ولام تعرف ان هي الكلمه دي لام شمسيه. يعني لام شمسيه يعني الكلمه تنطق بدون اللام، تكتب اللام ولا تنطق، اللام الشمسيه تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق، عكس كلمه التي تنطق ولا تكتب، التي ننطقها بس ما نكتبهاش، انما اللام الشمسيه نكتبها بس مش ننطقها. النبات، النبات فيها مد بايه عندي هنا؟ النبات فيها مد بالالف. يا استاذ ما بيقوليش، ما بيقوليش كده النبات، ده بيقول لي النبات النبات النبات. طب ما احنا لو قسمناه وهدينا شويه كده هتلاقي برضه مدد لك الباء بس مش موضحها شويه. طب انا هعرف ازاي يا استاذ ان هو مدد ايه؟ واعرف ازاي بقى يعني هعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى؟ هتقرا كلمات كتير جدا من الكلمات اللي زي دي. اي كلمه فيها مد بالالف، اي كلمه كتير كلمات مد بالالف، اقرا كلمات كتيره فيها مد بالالف، مش تقرا بس. ده في ثلاث حاجات: قراءه الكلمه، كتابه الكلمه، ادي اول حاجه، كتابه الكلمه بالتشكيل او بالحركات، وكتابه الكلمه ايضا بدون حركات. يبقى ثلاث حاجات يخلوني اعرف اقرا اي كلمه، اقرا كلمات كتير. بس لما اجي اقرا الكلمه ما اقراش وخلاص، لازم اقرا الكلمه قراءه صحيحه. قرات الكلمه قراءه صحيحه، تاكد ان انت هتكتبها كتابه صحيحه. طب اقراها صحيحه ازاي يا استاذ؟ ده انا بغلط في بعض الحروف. انا بقراها كويس بس اجي اكتبها اغلط فيها. تمام، انت عارف بتغلط سعادتك فيها ليه؟ هقول لك ليه. لان عندنا حاجه اسمها القراءه الاملائيه. القراءه الاملائيه اللي هي عباره عن ايه يا استاذ؟ عباره عن ان انا اقرا الكلمه بكل تفاصيلها. يعني ايه كل تفاصيلها؟ كلمة زي دي، كلمة زي دي، الكلمة دي اسمها ايه؟ ما اقولش ايه؟ النبات، 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 لا، نطق للألف ونطق النون مرتين يبقى فيه لام، اهي معروفة خلاص. النبات، لازم اعمل كده، النبات، كل مرة هعمل كده يا أستاذ؟ لا مش كل مرة، لما تيجي تقرأها أول مرة لازم تبين فيها المد كويس جدا، تبين فيها إذا كان لام شمسية، حرف زائد، تمام؟ النبات، قرأتها كويس؟ تأكد لو قرأتها كده هتكتبها صح. ها؟ طب هكتب يا أستاذ بغلط، ما أنت إيه اللي بيخليك تغلط؟ هقول لك إيه اللي بيخليك تغلط؟ النبات، تروح اعمل لك اهو، على طول تنسى تاني، تنسى، تنسى ان هو ايه؟ نطق الالف مفتوحه والحرف اللي بعد الالف نطقه مرتين اتنين. وطالما نطق الالف مفتوحه والحرف اللي بعد الالف ينطق مرتين، يبقى عندي هنا قاعدتين اتنين، يا اما تكون الكلمه اسم، يا اما تكون ايه؟ فعل. ازاي يا استاذ؟ ازاي اسم او فعل؟ هقول لك. ينطق الالف مفتوحه وبعد كده ينطق الحرف مرتين، يبقى اكيد الكلمه يا اما اسم يا اما فعل. وهعرفها ازاي؟ هقول لك حالا. معذره ده، بس كنت بجيب قلم مكان القلم اللي هو ايه؟ اللي هو بدا يفضل ده. هقول لك ازاي. بيقول لي ايه؟ النبات، النبات اسم ولا مش ايه ولا فعل؟ النبات مش عارف يا استاذ ليه. يا استاذ اسم عشان اقوله الف ولام. يا راجل هو باين لك اول اصلا الالف واللام؟ ده قال لك اكتب لي كلمه النبات، ده انت ما شفتهاش. النبات، ايوه برضه اسم يا استاذ. ليه بقى؟ عشان هي اسم نبات، مش الاسم. الاسم يا اما يكون اسم انسان او اسم حيوان او اسم نبات أو اسم طائر أو جماد. جماد زي إيه؟ لا ينطق ولا يتحرك، ما بيتكلمش. قلم، كاميرا، سبورة، تشيرت، أو معلش قميص، اتكلم بقى باللغة العربية، قميص. ماشي؟ خلاص؟ ركز معايا. أو صفة من الصفات: جميل، قبيح، لذيذ، أبيض، أخضر، أصفر، كل الألوان. دي كلها أسماء. يبقى كلمة نبات اسم نبات. يبقى تمام، يبقى انا عرفت ان الكلمه اسم.
إذا نطق الألف مفتوح وبعد منه الحرف اتكرر مرتين هتذكر الأول هل الكلمة اسم ولا فعل؟ لو اسم يبقى فيها ألف ولا، طب لو فعل يبقى فيها ألف بس. زي كلمة إيه؟ واتخذوا، واتقوا الله، واتقوا، اتقوا، اتقوا، اتخذوا، اتخذوا، واتخذوا، واتخذوا. ركز، أبين لك الاسم من الفعل بكل سهولة. ركز كويس جدا. ينطق الألف مفتوح والحرف بعدين متكرر مرتين. مفتوح يبقى الكلمة اسم، على طول يبقى ألف ولا. نطق الألف مكسور بس مش واضح. بس مكسور. ونطق الحرف بعدين مرتين يبقى فعل. واتقوا، واتقوا، شيل الواو الزائدة، اتقوا، ات، ما قلتش اتقوا، ما قلتش قلت ات، اي اي، اتقوا، اتخذوا. ماشي؟ خلاص؟ إذا نطق الألف مكسور يبقى الكلمة فعل، يبقى مفيش لا، لأن الفعل يقبل الألف واللا. وإذا نطق الألف مفتوح وبعد منه حرف متكرر مرتين يبقى في ألف ولا، يبقى الكلمة لام شمسية. تمام؟ النبات الحسن، ده واضحة بقى دي خالص، ده اللام القمرية هنا خلاص. حتى احنا قلنا حتى ثلاث حروف ورغم كده بتنتهي بألف مكسور، رغم ان الثلاث حروف دول الله اعلم ينتهوا بألف مكسور ولا ألف ممدود، لكن في بعض الكلمات بتبقى ايه خارجة عن القاعدة. إلى، على، متى، حتى. ماشي؟ الحروف دي احنا بنقول عليها حروف، إلى وعلى حرف جر. ماشي؟ ومتى أداة من أدوات الاستفهام. ماشي، يبقى إلى وعلى وحتى ومتى دائما تنتهي بألف مكسور. إيه الألف المكسورة؟ اللي هي عاملة زي الياء بس بدون نقاط. طيب، حتى يزهو، يزهو، يزهو إيه بقى؟ يزهو إيه؟ بيقول لك الأم هي الأرض التي تنبت لنا النبات، يبقى النبات ده هو اللي بيزهو، تمام؟ صح؟ النبات هو اللي بإيه؟ بيزهو. النبات ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ لا يا أستاذ ده جمع يا راجل. طب ده جمع الجمع. ليه؟ لأن جمع نبات نباتات. نباتات. يبقى بيقول لما يقول لي حتى يزهو يبقى النبات، يبقى بيتكلم عن حاجة واحدة بس. يبقى طب دي بتعمل إيه يا أستاذ؟ إيه أنت قلت الكلام ده ليه؟ الكلام ده بقى عشان ما نحطش الألف الفارقة. فاكر الألف الفارقة؟ الألف الفارقة دي بتعمل إيه؟ هي التي تفرق بين واو الأصلية وواو الجماعة. واو الإيه؟ الجماعة. زي كلمة إيه؟ ركز معايا. كتبوا، قرأوا، يكتبوا، يشربوا، يلعبوا، يناموا. يناموا دي بتتكلم عن واحد يا راجل، مش معقول. طب يزهو، يزهو النبات، يزهو الطائر، يزهو الطاووس فرحان بالريش بتاعه الطاووس. يزهو يبقى بيتكلم عن واحد، يبقى ما فيش الف فارقه. عرفت ايه؟ عرفت امتى احط الالف فارقه؟ لو الفعل جمع، لو الفعل ايه؟ جمع، انما الفعل هنا مفرد. ويثمر، ويؤتي، هنا الهمزه. يؤتي، ما نجعل بالايه؟ بالحرف الزائد. ويؤتي، ويو، اوعى تقول لي ويؤتي الواو زائده يبقى نحط الف، لا. الحرف الزائد إذا أتى بعد منه حرف ساكن يضع ألف. إذا أتى بعد منه حرف مكرر مرتين إما يضع ألف أو يضع ألف ولام زي ما إحنا شرحنا، يا إما يكون اسم يا إما يكون فعل. تمام؟ طيب، إذا جاء الحرف الزائد بعد منه حرف بقى مفتوح مكسور مضموم يبقى ما فيش ولا ألف ولا لا خالص ولا أي حاجة. تمام؟ هنا بقول لك إيه؟ ويو، الواو زائدة إيه؟ بس الياء إيه؟ عليها حركة، ما عليها السكون. ما السكون مش حركة، السكون علامة. ها؟ على حركة. طب تمام، يبقى ما فيش ألف. طب كلمة يؤتي، يؤتي هي كده كده مكسورة أهي. آخرها ألف مكسورة. آخرها مد بالياء. يؤتي أنا بتكلم في الهمزة.
الهمزه دي عباره عن ايه بقى يا استاذ؟ يؤتي. الهمزه عندي لها اربع مواضع، يا اما على الف، ها، يا اما ها على ياء او على نبره او على كرسي، الثلاثه بواحد، ياء او نبره او كرسي زي بعض، اي حاجه منهم تمشي حسب لهجه البلد. يبقى اما على الف، يا اما على ياء، يا اما على واو، يا اما على السطر، لها اربع مواضع. طيب ركز معايا، يؤتي هنا الهمزه جايه فين؟ جايه في اخر الكلمه ولا في نصها؟ في النص يا استاذ، بس مش في النص بالظبط، لا ده في النص دي لو بعض حرف واحد تبقى في النص. طيب يبقى جايه في النص، طالما الهمزه متوسطه، اسمها الهمزه متوسطه، جت في وسط الكلمه يعني، يبقى انا عندي شرطين اتنين عشان اعرف احط الهمزه فين بكل سهوله. هشوف الحركه اللي على الهمزه والحركه على الحرف اللي قبل الهمزه. يب ده انا وقفت اهو، ده الهمزه عليها سكون، يب الهمزه عليها سكون، ها. طب الحرف اللي قبلها، ها، يو يو، ده مضموم يا استاذ. طب الضمه اقوى اقوى ولا السكون اللي واقف مسالم خالص؟ السكون ده واقف مسالم جدا، بيكلم صاحبه ما لمسوش، ما جاش جنبيه خالص، ليه؟ خاف من الكورونا والحاجات دي، فكلمه هو زي ما هو كده واقف، حتى ما اتحركش. ها، انه اللي عمل مجهود الضمه، ودائما الهمزه تاتي مع الاقوى. هو الاقوى الغلبان ده اللي واقف ساكت ده مسالم، ولا القويه بعضلات اللي خد صاحبه وضمه؟ الضمه اقوى، الضمه اقوى من ايه؟ من السكون. هقول لك على ايه سلم الهمزات حالا دلوقتي. الضمه اقوى من السكون، واحنا قلنا الهمزه بتيجي فين؟ بتيجي صاروخ كده جري مع القوي. الهمزه قالت لا، ده انا هبقى مع القوي، مع الضمه. الضمه الياء عليها ضمه، لما الهمزه راحت لها قالت لها ايوه تمام انت جيتي، لازم احطك في مكانك بقى. احطك فين؟ احطك على الواو. يبقى الهمزه توضع على الواو في حالتين اتنين. اذا كانت الهمزه مضمومه، ده مش مضمومه يا استاذ، ماشي، بس اللي قبلها مضموم. اذا كانت الهمزه مضمومه او اللي قبلها مضموم. طب لو الهمزه مضمومه توضع على واو، بس ممكن الهمزه تبقى مضمومه وتوضع على نبره. يا راجل ازاي؟ هقول لك اهو سلم الهمزات، خليك ركز معايا، الله يبارك فيك. السبوره جايبه اللي بتاعها، تمام، ركز معايا. هنا الهمزه، هنا الهمزه، هنا الهمزه، هنا الهمزه على الصوت، ركز معايا. هنا الهمزه على نبره، ركز، في حالتين اتنين. اكتبها لك اهي. اذا كانت مكسوره، اذا كانت الهمزه مكسوره او اللي قبلها مكسور، ودي اذا كانت الهمزه مضمومه او اللي قبلها مضموم، حرف اللي قبلها مضموم، ودي اذا كانت الهمزه مفتوحه او اللي قبلها مفتوح، ودي اذا كانت الحرف اللي قبلها بقى، هنا بقى الحرف اللي قبلها ساكن، تمام؟ ها، ده سلم الهمزات. وبقول لك بقى السلم ده اعلى سلمه هي القوي، يبقى الاقوى ايه؟ الكسره، واللي يليها الضمه، ويليها الفتحه، واللي يليها السكون. يبقى اقوى الحركات الكسر، وبعديها رقم اتنين الضم، يبقى دي رقم واحد، وده رقم اتنين اضعف، ها، وده رقم ثلاثة اقل، وده رقم اربعة، طالع رقم اربعة للاسف اخر واحد، ها. يبقى اقوى الحركات اللي طلع الاول مين؟ الكسرة. طب يعني ايه الكسرة؟ يعني لازم تكون الهمزة يا اما مكسورة يا اما اللي قبلها مكسور، تكتب على نبرة.
طب لو الهمزة مضمومة واللي قبلها مضموم تكتب على واو، الهمزة مفتوحة واللي قبلها مفتوح تكتب على واو، حلو خالص. طب لو الهمزة بقى مضمومة، الهمزة اهي عليها ضمة واللي قبلها مكسور، الهمزة عليها ضمة واللي قبلها ايه مكسور، تكتب على ايه على نبض. ليه؟ لان الضمة اقل من الكسر، الضمة اقل من الكسر، اقوى حاجة الكسر. على طول واحنا قلنا الهمزة بت ايه بتعمل ايه، تقول لك لا 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 ماليش دعوة بالضمة، انا هطلع على الكسر لان الكسر هي اللي قوية، ماشي. وبالتالي برضه نفس الكلام، مش عايزيننا ايه، مش عايز ادخلك في حاجات كتيرة. يؤتي اكله وثماره، وثما اكله، هو الهاء هنا هاء ضمير، اصلها اكل الاكل يعني، الثمار اكله، اكله ثمار، الهاء هنا هاء ضمير، وهاء الضمير ما بقاش عليها نقطتين يا حبايبي. الفرق ما بين الهاء والتاء هنتكلم في حلقه ان شاء الله قادمه، اما نشوف كده في ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله هنفرق ما بين الهاء والتاء، الهاء والتاء المربوطه، ماشي. يؤتي اكله وثماره الطيبه، الطاء الطاء الطيبه اسم ولا فعل؟ الطيبه دي ايه؟ طب هي مش اسم انسان ولا اسم حيوان ولا اسم نبات ولا اسم جماد؟ امال ايه؟ صفه، طيب انسان طيب، الطيبه يبقى صفه، اي صفه تبقى اسم. يبقى طالما قال لي الطاء وكلمة الكلمة طلعت صفة، يبقى الكلمة فيها ألف ولام واللام هنا لام إيه؟ لام شمسية. نكتفي بهذا القدر من الشرح وناخد الإملاء بتاعتنا. الإملاء كانت كنا بنتكلم عن الأم، إن شاء الله قريبا نتحدث إن شاء الله عن الأب، لكن إحنا هنتحدث الآن إن شاء الله عن المعلم. عن إيه؟ المعلم. بيقول إيه؟ المعلم في وسط السطر، المعلم. مش كل ما اقول بقى مو تعمل لي مد بالواو، تعمل لي مد بالالف، ايه تعمل لي مد بالياء، لا ركز. المعلم، المعلم بيتكلم عن واحد، دي ما فيهوش مد، ها المعلم من اول السطر. المعلم هو رائد، ركز كويس جدا في الهمزة، رائد. التربية، التربية، التربية في كل عصر وأساس نهضة أمته، فهو الذي، ركز، يربي أبناءه النشأ على القيم، القيم هي مش كاف، القيم الرفيعة والمبادئ، والمبادئ السامية، السامية ويهديهم، ويهديهم دائما
للصواب، للصواب. بالأول تاني طبعا لسه فيها استكمال بس في القطعة لسه حلقة قادمة إن شاء الله. المعلم من السطر في أول السطر برضه بنكرر نفس الكلمة، المعلم هو رائد التربية في كل عصر وأساس نهضة أمته، فهو الذي يربي أبناءه النشأ على القيم الرفيعة والمبادئ السامية ويهديهم دائما للصواب. نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-210-211-69941. وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.